بالنسبة للكالكوليشنز الكرياتينين كثير صح يطلع معكم 25. She is or he is a chronic kidney disease case, فالمفروض تعملوا dose adjustment accordingly. هلا ال corrected sodium is normal, body mass index is normal, والcardiovascular risk بناء على القيم اللي عطيتكم اياها بالسؤال رح يطلع معكم 33. اوكي نيجي على المانجمنت اوف diabetic foot infection. As any other infectious disease بدنا نفكر بالكلتشر، بدنا ناخذ سامبلز. هلا فور non-infected ulcer أو mild infection في حال إنه كان البيشنت مش ماخذ antibiotic سابقاً فش داعي نعمل culture، غير هيك راح نعمل. هلا الكلتشر من السايت اوف ulcer إلها يعني إلها خصائص معينة عشان ناخدها، غير هيك ما بنستخدمها. لازم أول إشي نتجنب السواب، ما بنعمل سواب على التشو لأنه بيعطيك نتيجة خاطئة. أول إشي بيعملوا debridement of the necrotic tissue الموجود على سطح الألسر، بعدين بياخدوا من الديب tissue by scrubbing or cortage، غير هيك العينة is not representative. طبعاً هل الpatient should be hospitalized؟ إذا كان severe كل الpatient severe أو المديريات multimicrobial لازم نبلش لهم with IV antibiotic، فهدول should be hospitalized. غير هيك في عندكم other إشو إذا وجدت عند البيشنت لازم نعمل له hospitalization، تقرأوهم لحالكم. هلا المانجمنت both wound care and antibiotic management. الwound care مش اختصاصكم فأنتوا رح تشتغلوا على الانتيبيوتيك. هلا أول إشي بنفكر فيه الامبريكال ريجيمن قبل ما تطلع نتيجة الكلتشر. هسا ما في guideline تحكي لك this antibiotic should be used، يعني antibiotic واحد، ما في أشياء بتقارن بين different antibiotic مع بعض. فالإمبريكال ريجيمن تبعتكم رح تشتغل على likely etiology، يعني الباثوجين ممكن إنه يعمل infection for this wound. إذا عندنا مثلاً microbiologic data سابقة، البيشنت صار عنده infection على نفس المكان وعندنا نتيجة ألثر سابقة بنستخدمها. إذا عندنا جرام ستين طلعت معي بسرعة بتطلع هاي within an hour بتكون جاهزة بنستخدمها. هلا بنستخدم السيفيريتي كمان to guide الإمبريكال ريجيمن. نستخدم البريفيلانس أوف ميرسا، نعرف إنه الإس أوريوس هي الموست كومون باثوجين اللي بيعمل إنفكشن على الألسر، فالريسك أوف ميرسا بالمجتمع اللي عايش فيه البيشنت بنعتبر بنغطي الميرسا في حالة المايلد إنفكشن إذا كان 50% البريفيلانس، وبالمديريات إنفكشن 30% وعلى السيفير الكل بتغطى. أوكي بعض. هلا for mild infection for example لما بيكون patient عنده just mild infection you will use one oral antibiotic and you will treat it outpatient. فهذول الباثوجين اللي ممكن انهم يعملوا الانفكشن بنغطيهم، هذول الانتيبيوتيك راح يغطوا هذول الباثوجين. هلا اذا صار عندنا risk of MRSA يعني الانسيدنس بالمجتمع 50% او اكثر، شوفوا نوع الانتيبيوتيك اللي استخدمناه دوكسيسايكلين اور تريميثوبريم. هون في نوع من انواع الميرسا بنسميها كوميونيتي اكوايرد ميرسا، هاي بتكون سنسيتيف لسمبل انتيبيوتيك، فيش داعي نعطي فانكومايسين اور لينوزولايد. ففي حاله المايلد انفكشن وبدنا نغطي الميرسا بنستخدم هدول الانتيبيوتيك انستيد اوف ذيز، لانهم رح يغطوا الميرسا ورح يغطوا هدول. فالبيشنت تبعتكم لو كانت مايلد ما رح تستخدموا لها تريميثوبرين بيكوز اوف سلفا الاج. هلا المديريات بتقرأوا لحالكم بالمثل. هلا احنا مريضتكم سيفير أو إذا كانت مديريات وكانت polymicrobial your patient is also polymicrobial بناء على gram stain results، فهنا بدنا نغطي these pathogens اللي هم risk of MRSA، وهون المRSA hospital acquired نغطي، ما بنغطي community acquired yeah vancomycin or linozolide. بنعطي واحد antibiotic ثاني بغطي السودوموناس وبغطي الانتيروباكتريسي والobligate anaerobe. هلأ واحد ما في داعي نعطي two هون عشان نغطي السودوموناس. فكان عندكم بالسؤال الفانكومايسن، كان عندكم البيبراسيلين تازوباكتام، طبعا بتضيفوا انتي فانجل اللي هو الفلوكانازول لانه كان مبين معنا على الفيزيكال اكزام انه في عنده فانجل انفكشن. هلا الفيزيشن ايش اعطى؟ اعطى سيفيبيم مع كليندامايسن مع لينوزولايد، الريجيمن صح. ليش اضاف الكليندامايسن with ceftazidim or cefibim or azithromycin مشان نغطي الobligate anaerobe، بنضيف لهم clindamycin. اوكي okay.
فالريجمن اللي اعطاها كمان الفيزيشن كانت صحيحه. هلا شوفوا هون، لو ما كان عندي الا بس الجرام لستين هاي ريزلت بدي استخدمها لحالها، فانتوا المفروض غطيتوا هاي الجرام بوزيتيف كوكساي ان جروب، هاي شكل الاس اوريس، ان بيرز شكل الاس نيومونيا، وجرام نيجاتيف رودز هذا شكل الايكولاي وشكل السودومونس. يعني حتى لو اجاك هذا البيشنت عنده مايلد انفكشن او مودريت انفكشن لازم يتغطوه وذ سيم ريجيمن. اوكي، هلا الدوزنج بدكم تعملوا دوز ادجستمنت بناء على الكرياتينين كليرانس 25 لكل الانتي بايوتيك. شايفين كيف الدوز راح تنقص؟ نفس الاشي بالنسبه للبيبرسيلين. انتم سالتوا عن الريجيمن اللي اعطاها الفيزيشن، بدكم تعملوا لها دوز ادجستمنت. الكليندامايسين ما عليه دوز ادجستمنت، ما بتاثر بالرينال. اللينوزولايد بتبلشوا ب 600 مرتين، بتحولوه بعد 3 ايام ل 300. واي؟ هلا البيشنت اللي ماشي بيمشي على اللينوزولايد لفترات طويله اكثر من اسبوعين بيكون في عنا ريسك اوف مايلو سبريشن. هلا بتشوفوا از ثرومبوسايتوبينيا، فاي بيشنت بده يمشي على لينوزولايد لاكثر من اسبوعين بنعمل سي بي سي افري ويك. هلا بالرينال امبيرمنت بزيد هذا الريسك، فهون حكى لكم على اقل من 30. ان اديشن انه بدنا نعمل مونيتورينج للسي بي سي افري ويك، لازم تنقصوا الدوز اذا بدكم تستخدموه اكثر من 72 ساعه لنص الدوز. اوكي، هاي بالنسبه للينوزولايد. هلا بالنسبه للكليندامايسين حكينا ما في دوز ادجستمنت، بس بدنا ننتبه نعمل مونيتورينج على البول موفمنت. العاده كل الانتي بايوتيك ممكن انه يعملوا دياريا، بس الكليندامايسين عنده increased risk of سي ديفيسيل انفكشن، يعني سيفيرال فولدز اكثر من الاذر انتي بايوتيك. فدائما من البيشنت education مونيتورينج اوف بول موفمنت، واذا صار عندنا سيفير دياريا بنوقفه وبنفحص السي ديفيسيل، واف بوزيتيف يو شود تريت ات وذ سيرتين انتي بايوتيك. السيفيبين بالمثل كان المفروض عملتوا دوز ادجستمنت. هلا طلعت نتيجه الكلتشر. هلا ان سكن انفكشن بيكون عندكم ايروبيك كلتشر وفي عنا ان ايروبيك كلتشر، اثنين بدكم تشتغلوا عليهم. هنا بس كنت حاطه لكم الايروبيك، اذا في عنا باثوجين بالان ايروبيك بنعاملهم بالمثل. طلع عنا البيشنت عنده اس اوريس اند ايكولاي. هلا الاس اوريس نوعها ميرسا، هاويفر ات سنسيتيف تو ترايمثوبريم اند دوكسيسايكلين، ما في داعي نستخدم هدول الادويه اللي بنعطيهم فور هوسبيتال اكوايرد ميرسا. اوكي، فبنروح على هدول الانتي بايوتيك سمبلر انتي بايوتيك لوور سايد افكت، وبنوفر هدول للانفكشن اللي بيكونوا ريزيستنت. هلا ما بنقدر نستخدم ترايميثوبريم بيكوز اوف سلفا اليرجي، لو بنقدر نستخدمه كنا رح نعطيه لحاله فور بوث باثوجين. هلا رح نعطي هون دوكسيسايكلين ونوقف اللينوزولايد او الفانكومايسين اللي كنتم مستخدمينه. فور ايكولاي طبعا بدنا اورال ايجنت، السيفيبيم از اي في والسيفتريكزون از اي ام، فرح نختار من الاورال. عندكم موكسي ليفو اند كوموكسي كلاب، قاعده حكيناها سابقا الليفو فلوكساسين او الفلوروكوينولون ان جنرال لهم سيريوس بات رير سايد افكت، طول ما انه عندي اذر اوبشن بستخدمه اند تراي تو افويد ذم. فهون عندنا الكوموكسي كلاب له الاولويه. هلا النقطة مهمة، هل اذا استخدمنا الموكسي فلوكساسين ما رح يشتغل على الانفكشن؟ هلا احنا كنا نتجنب الموكسي فلوكساسين ان يو تي اي، صح؟ لانه ما بيدخل على اليورين ان انف كونسنتريشن. ان سكن انفكشن يو كان يوز ات، اوكي، ما له علاقه بالبنتريشن. بتقدروا اذا يعني ما كان عندنا هنا اموكسيسيلين بيشتغل على الباثوجين، يو مي يوز موكسي اور ليفو فلوكساسين. هاي بالنسبه للديفينيتيف ريجيمن. هلا الـ duration of treatment تعتمد على السايت اوف انفكشن، يعني هل وصل للبون فور اكزامبل ولا جاست سوفت تشو اللي هو سيليولايتس، وبتعتمد على السيفيريتي. ففي المايلد انفكشن ممكن نعطي 1 لـ 2 weeks، وبالسيفير فور اكزامبل زي مريضكم 2 لـ 4 أسابيع. هلا بتضل هالبيشنت ماشي على انتي بايوتيك حتى يصير عندنا ريزوليوشن اوف انفكشن، مش حتى يصير عندنا ألسر هيلينج. الألسر بدها وقت طويل لانه البيشنت اصلا عنده بريفرال باسكولار ديزيز، فراح يطول لما يصير عندنا ألسر هيلينج. فاحنا اهم شيء يروحوا الساين اوف انفكشن ونكون مخلصين اللور ليميت اوف ذا رينج. اني كويستشن؟ هلا نيجي على other problem in your patient. طبعا ليش البيشنت عم يصير عنده diabetic foot infection؟ because of poor
كومبليانس على بور كنترول اوف دايابيتس بيكوز اوف بور كومبليانس. لازم نعمل patient education على الكومبليانس، خصوصا انه المريض مثلا جاي عليكم خايف انه يعمل فوت امبيوتيشن، هون ممكن ندخل عليه من هاي النقطة انه good control of diabetes بنقص الريسك of infection على الفوت. فهون عندكم ايش رح تعملوا changes على التريتمنت؟ yeah, you should discontinue metformin لانه الكرياتينين كليرانس 25. هلا what is the drug of choice بعد المتفورمين for this patient اللي عنده cardiovascular and renal impairment for diabetes management for hyperglycemia؟ yeah, هلا بنفكر بالصوديوم glucose co-transporter 2 inhibitor. however حكينا انه الكرياتينين كليرانس اقل من 30 ما بنستخدمهم، اوكي okay؟ زي المتفورمين لانهم not effective يعني ما رح يفيدوا البيشنت. طيب مين الاوبشن اللي بعده اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست زي الليراجلوتايد والسيماجلوتايد، هذول لهم نيفرو بنفيت ولهم كارديوفاسكولار بنفيت، فيو شود اد وان اوف ذم ايذر ليراجلوتايد اور سيماجلوتايد. هلا السيماجلوتايد از اورال، في منه اورال، الليراجلوتايد اونلي انجكتابل. هلا اذا اضفتوا هاي العيله شو حكينا بتزيد الريسك اوف هايبوغلايسيميا، اذا اعطيتوها على another agent بيعمل hypoglycemia like insulin or sulfonylurea. فهنا البيشنت كان ماشي على insulin وكونا أضفنا liraglutide you should reduce the dose of insulin حتى ممكن تنقصوها يعني لغاية 50%. okay. بعدين إذا احتاج البيشنت وتحمل ما صار عنده hypoglycemia بترجع تزيد الدوز. ما رح تضيفوا sulfonylurea لأنه ماشي على 2 injection of insulin per day plus أنه عنا sulfa allergy، مع انه السلفا اليرجي از كويشنبل يعني الكروس هايبر سنسيتيفيتي بين سلفونا مايد انتيبايوتيك والسلفون اليوريا يعني عليها اشو، مش كل البيشنت بتحسسوا بنفس الطريقه لانه بتختلف شكل الميتي تبعت السلفا. طيب بالنسبه للكنترول، هلا بالنسبه للكاردوفاسكولار ريسك ماشي على اسبرين which is needed، ماشي على سيمفاستاتين which is not a high intensity statin، ايش راح تعملوا؟ يا بتحولوا you will discontinue Simva I use either Atorva or Rizova على ال high intensity recommendation. هل رح تضيفوا Ezetimibe؟ متى بنضيفه؟ هلا ال Ezetimibe ما إله علاقة بالtriglyceride، ال anti-triglyceride management هم الجنفبروزيل والنياسين. ال Ezetimibe إحنا بنضيفه for cardiovascular risk reduction إذا كان ال cardiovascular risk طلع معكم فوق ال 20%. اوكي هلا احنا هون معنا الليبيد بانل، افترضنا انه 200 كان عندكم التوتال كوليسترول، فاول اشي راح نطلب الليبيد بانل ونحسب الكاردوفاسكولار ريسك الحقيقي لمريضكم، واذا طلع اكثر من 20 ان اديشن تو ماكسيمال توليريتد دوز اوف ستاتين راح تضيفوا ايزيتيمايب. اوكي ايش ضل؟ راح تضيفوا بيتا بلوكر because your patient has history of myocardial infarction، صح؟ ليش عم ياخذ كلوبيدوغرل؟ مش حاط ستنت because of MI. اوكي هاي بالنسبه للكرونيك ريكومنديشن اوف اذر ميديكيشن. هلا عندكم تو انكريز بيشنت كومبليانس في عندنا واحد من الانسولين اللي هو الاكسترا لونج الديجلوديك موجود از ان ادوزج فورم وذ ليراجلوتايد مع بعض بنفس البن يعني 1 انجكشن بير داي، فانت ممكن تحول البيشنت من نوفولين twice daily to ديجلوديك with liraglutide single injection per day، هون انت رح تزيد البيشنت كومبليانس وبنفس الوقت ضليتك على الانجكتابل which is recommended لانه A1C is very high فوق ال 11. okay that's it any question؟ طيب ادخلوا على الكويز تبعكم. yeah